لمن يعني الآن أقولها بشكل واضح وصريح لكل من يتابع هذه الأبحاث، أن هذه الأصول التي توجد الآن ويبنى عليها تبنى عليها مدرسة أهل البيت هي التي بناها الشيخ المفيد، فهذه هي القراءة المفيدية لمدرسة أهل البيت. عندما ترجع إلى الأصول الأربعة أو الخمسة التي تبتني عليها مدرسة أهل البيت، هذه بناها الشيخ المفيد قبل الشيخ المفيد غير منقح، وهي أنه الإمام لابد أن يكون منصوصا، الإمام لابد أن يكون معصوما، الإمام لابد أن يكون عدده 12، الإمام الثاني عشر لابد أن يكون ماذا؟ حيا. هذه الأصول التي بناها الشيخ المفيد مولانا في كتبه، وقبل ذلك ومنه صارت أصول المذهب.